التفاصيل. نعم للحياة لا للمخدرات. اليوم أنا بعتبر يوم مميز لأنه انطلقت فيه المبادرة تعت لا للمخدرات ونعم للحياة، فنسأل الله إنه يوفقهم ويسهل أمورهم. وده بقى داء العصر بقى وسط الشباب اللي هو يعني مخدر الآيس بالذات، وهو مخدر الموت، فده يعني وباء انتشر في شبابنا، والشباب هو عماد المستقبل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: نصرني الشباب فيما خزلني فيه شيب، والشباب هو اللي عليه التكل. فكونه من دي الوقت يضربوه بالمخدر ده يعني دمار لجيل كامل، دمار لدولة، لأنه الجيل بتاع الشباب ده بعد شوية هو اللي يكون حيكون هم الغادة وحيكونوا هنا المناصب. فكونه يعني يكونوا غادة ومناصب ومضروبين بمخدر زي ده، دي يعني ضربة للسودان كله. لكن نسأل الله إنه الكل ينظر لولده، ينظر لبيته، ينظر لأخوه الأصغر منه، وكلنا نحارب أو نشارك في المعضلة دي لنمرك بشبابنا في بر الأمان. لا للآيس لا للمخدرات. نحن سعيدين جدا أن نطلق هذه المبادرة في هذا اليوم، والبلاد تمر بمرحلة حرجة جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إن شاء الله لدحر هذا المرض وهذا السرطان اللعين الذي يريد أن يستأصل من شباب سودان العزة والكرامة والشموخ. ولكن نحن بإذن الله تعالى له بالمرصاد. ندعو كل المنظمات المجتمع المدني وكل المنظمات الخيرية للوقوف معنا في هذه المبادرة القومية الكبرى لا للمخدرات لا للآيس. سنختتم هذه الحملة بإذن الله تعالى في قاعة الصداقة في الشهر القادم، والآن هناك توأمة معنا إن شاء الله شيخنا اللمين، ومبادرة لا للمخدرات لا للآيس تستمر إن شاء الله من اليوم لمدة شهر كامل بإذن الله تعالى.